السلام عليكم. اليوم غادي نبداو بلقاءات المحترفين المغاربة أبرزهم في فرنسا، اللي كان اليوم مباريات ديال كأس فرنسا اللي عرفت واحد مباراة لقاء اللي جمع ما بين باريس سان جيرمان أولمبيك مارسيليا. المباراة عرفت مشاركة أشرف حكيمي مباراة كاملة، فيما عز الدين أوناحي شارك في الدقيقة 86. المباراة عرفت هزيمة باريس سان جيرمان بهدفين لهدف واحد، وبهد الهزيمة كيخرج باريس سان جيرمان من كأس فرنسا. مباراة أخرى كسجل اللاعب أبو خلال هدف فريقه الثاني الفريق تولوز، اللي كانت عندهم مباراة حتى هم في كأس فرنسا وتأهلوا لدور الربع النهائي بعد الفوز ديالهم ب3 أهداف لهدف واحد. أما بالنسبة لكأس العالم للأندية، قد فاز ريال مدريد على الأهلي المصري ب4 أهداف لهدف واحد. المباراة عرفت ندية كبيرة من الأهلي المصري، لكن خانه الحظ في الدقائق الأخيرة، يعني كان بإمكانه يسجل التعادل ولكن الحظ ما وقفش مع الأهلي، فإذا به ريال مدريد كيرد بواحد هدفين متتاليين، يعني حتى قرب يسالي الماتش. ولكن رغم ذلك الاهلي قدم مباراة كبيرة امام ريال مدريد، كنتمناو له التوفيق امام الفريق البرازيلي باش يحرز الميدالية النحاسية. اما بالنسبة لريال مدريد فهو غادي يواجه الهلال السعودي في النهائي يوم السبت ان شاء الله، مركب مولاي عبد الله في الرباط. اما بالنسبة لياسين بونو فقد اختارته الفيفا ما بين 3 الحراس في العالم اللي يكونوا في القائمة النهائية ديال احسن حارس 2022، الى جانب كورتوا حارس ريال مدريد والمنتخب البلجيكي، وحارس ديال المنتخب الارجنتيني ايميليانو مارتينيز حارس ديال المنتخب الارجنتين واستون فيلا الانجليزي. ان شاء الله هذه الجائزه غادي تكون ان شاء الله 27 في هذا الشهر، ان شاء الله غادي يديروا واحد الحفل وتسلموا الجوائز ديال احسن لاعب، يعني خاص بالفيفا ماشي ديال فرنسا فوتبول. غادي تكون في فرنسا غادي تختار احسن لاعب احسن حارس احسن لاعبه احسن حارسه، يعني هذاك الشيء خارج على هذيك الجريده ديال فرنسا فوتبول. كنتمنى التوفيق لياسين بون لانه يستاهل يدي احسن حارس، قدم موسم رائع مع اشبيليا، توجوا بجائزه زامورا لاحسن حارس اسبانيا، وكما شفتوا الاداء ديالو اللي كان رائع جدا مع المنتخب الوطني في كاس العالم، يعني بسببه وصلنا يعني كان عنده واحد فضل كبير في وصول المنتخب المغربي للنصف النهائي، يعني كنتمنى واحد كبير لحارسنا المغربي ياسين بونو. الى هذا الى هنا نلتقي في اخبار اخرى ان شاء الله، دمتم في خير، الى اللقاء.